التحرير، تحية للمكابرين باسم الحزب الاشتراكي الموحد. كنعلن التضامن ديالنا المطلق مع سكان الإقليم، مع المناضلين المقتدرين اللي صمدوهم من بداية 26 فبراير وهما صامدين. كنتمنى ان جميع الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية اللي كانت متضامنة مع جماعة السورية ديال الإقليم ان التضامن يتجسد ماديا. خصهم ما ياكلوا ثم يشربوا في الاعتصام. بارك علينا من الوطيلات السياسيه في طوارس هنا، الاعتصام خصو يتسند ماديا ومعنويا وايضا بالروح الحريه. تحيه جميعا وتحيه لجميع الهيئات الحقوقيه والنقابيه وشكرا وتحيه للنقابه ديال جميع